الوصول للمتحولات العامة ضمن التوابع. بشكل عام لن تستطيع الوصول للمتحولات التي تقوم بتعريفها ضمن الكود من داخل التوابع. وعند التعامل مع هذه المتحولات ستفهم آلة PHP أن هذه المتحولات هي متحولات أخرى بنفس الاسم كما مر معنا سابقا. سنشرح هذه الفكرة من خلال مثال عملي. افتح مستند نصي جديد وضمن معرفي لغة PHP أسند القيمة 3 للمتحول X. الآن قم بالتصريح عن التابع print br والذي يقوم بطباعة المتحول X باستخدام الأمر print X value is ثم المتحول X. قم بإنهاء التابع. الآن قم باستدعاء التابع. احفظ الملف بالاسم function6.php. افتح هذه الصفحة ضمن مستعرض الويب. ستجد أن المستكشف لن يطبع قيمة المتحول X وهي 3 والتي قمنا بإسنادها له، لأن التابع لن يستطيع الوصول للمتحول X. عد إلى ملف الكود السابق وأضف العبارة global X قبل عبارة طباعة المتحول X. احفظ الملف وعد إلى مستكشف الويب وستجد أن التابع استطاع الوصول للمتحول العام X الذي تم تعريفه خارج بنية التابع كما يظهر من خلال مستعرض الويب. يجب عليك استخدام العبارة global في كل تابع تريد ضمنه الوصول إلى متحولات عامة قبل أسماء هذه المتحولات.